ناني تغنيها وغناها مطرب حالي وحتى تانية بعد اذن حضرتك انا بستناك. هي بالنسبه لاولادك كل واحد بيحب حضرتك ايه اكتر اغنيه كل واحد فيهم بيحبوها لحضرتك؟ في الالبوم الاخير ده لا عامه انا هقول لك الالبوم الاخير لانه قبل كده انا مش عارفه بيحبوا ايه بصراحه بس انا لا ما بيدندنوش لحاجه لحضرتك لا هم الحقيقه يعني عشان برضه اكون صريحه معاكم هم بيسمعوا غربي اكتر بكتير من العربي دراستهم يعني للاسف مخلياهم شويه يا جماعه غربيه انما مؤخرا يعني ابتديت احس شويه عبد الرحمن عجباه قوي جنبك مكاني في الالبوم ده وعمر عجباه طول ما انت بعيد برضو يعني عمر شوية يعني صعب اختياراته يعني دقيق شوية يعني يحب يا ما يحبش خالص يعني وبيحب بين البنين عبد الرحمن جنبك مكاني لأنها طبعا ميولها شوية يعني كلاسيك غربي شوية فطبعا هي يعني أقرب له من بقية الأغاني للكلاسيك شرقي قوي يعني بيحاول يجاملني بس هو بيحب قوي جنبك مكاني. طب الأغنية